تستمر مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم هذه الانطلاقات الصباحية في هذا اليوم، ثاني أيام هذا السباق المحلي الأول، وأشواطنا المفتوحة لسن الحقائق للأشواط العامة لهجني أبناء القبائل. وانطلق في هذه الأثناء هذا الشوط الحادي عشر، وهذا الشوط خاص للحقائق البكار ومقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول وتسيطر على المقدمة. اسعفه لحمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية مع المركز الأول اسعفه، ومع صدارة الشوط ننتقل إلى المركز الثاني اللي تتسلل من الجانب الآخر وخطفت المقدمة في هذه اللحظات جبارة لفرج بن حمد بن فرج بن عيان مع المقدمة ومع صدارة الشوط. النقلة التالية إلى المركز الثالث اللي انتقلت بدورها إلى المركز الثاني وصلت مودة لصالح بن ناصر بن صالح الغيثاني مع المركز الرابع، بينما المركز الرابع في هذه اللحظات اللي تسللت إلى المركز الثاني مباشرة قمة ناصر بن سعيد بن عبد الله بالحول خطفت المركز الثاني وقادمة من المركز الرابع، بينما المركز الخامس التقدم من طرب عبد الله بن حمد بن سعيد الحسن على المركز الخامس يقدم طرب. بهذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء والحبل الكريم لمن ناموس الشوط التسعمائة متر الأخيرة. يا مضمرين يا مضمرين، مقدمة الشوط مع جبارة 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 تعشق الصدارة في هذه اللحظات مع المركز الأول فرج بن حمد بن فرج بن عيان، بينما شعار باللحول يتقدم مع قمة ناصر بن سعيد ناصر بن سعيد بن عبد الله باللحول خطفت المقدمة قمة، وشعار باللحول اليوم المميز 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 ارصد هذا الدخول يا مخرجنا العزيز. سلابة تصل سلابة تتقدم سلابة تتسلل مع شعار سالم بن راشد بن سالم النابت يقدم سلابة بن سعد يقدم سلابة في هذه اللحظة. شعار مع المركز الأول وهذا الشعار أيضا خطف ثلاث نقاط في يوم الأمس. شعار البريدي قادم مع المركز الثالث قادمة مثيرة لحمد بن عبد الهادي البريدي، ولكن نعود إلى سلابة سلابة مع المركز الأول قمة قادمة قمة وسلابة قمة 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 سلابة، ولكن قمة قمت باللحول تنتزع هذا الشوط في قمة إثارة في قمة إثارته في قمة الإثارة. قمة مع المركز الأول ويتوج هذا المجهود مع هذا الشعار بنقطة صباحية بعد أن تميز شعار باللحول. تهانينا والناموس على فوز قمة وانتزاعها لناموس هذا الشوط. تهانينا لمالك قمة ناصر بن سعيد بن عبد الله باللحول المركز الثاني اللي ما قصرت. سلابة قدمت على تشكر عليه لسالم بن راشد بن سالم النابت المركز الثالث. المركز الثالث وصلت مثيرة حمد بن عبد الهادي البريدي المركز الرابع. العنود احتلت المركز الرابع لركاب بن علي بن مسعود المجدور. المركز الخامس المركز الخامس وصلت فيه النبا لسعد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحبل الكريم للخمسة المراكز المتقدمة، وشاهدنا هذه المنافسة ما بين هذين الاسمين قمة وسلابة، ولكن قمة مع هذا الشعار المميز اليوم شعار باللحول استطاعت أن تنتزع ناموس هذا الشوط وتهدي السلامات إلى هذا إلى محبين الشعار. دقيقتين 54 ثانية 98 جزء من الثانية تهاني والناموس لمالك غمة ناصر بن سعيد بن عبد الله باللحول، بينما المركز الثاني وصلت فيه سلابة اللي قدمت عرض تشكر عليه وقدمت مستوى كبير ومستوى ممتاز في أول ظهور لها في هذا الموسم في سن الحقائق. دقيقتين 55 ثانية 28 جزء من الثانية تهاني والناموس لمالك سلابة سالم بن راشد بن سالم النابت المري. المركز الثالث مثيرة وتهانينا والناموس لمالك مثيرة حمد بن عبد الهادي بن حسين البريدي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين ولجميع المتنومسين اليوم في أشواط النواميس وفي أشواط الإثارة والندية التي تشهدها، ونشاهد معكم أيضا هذه المنافسات القوية في ثاني أيام هذا السباق المحلي الأول على الهواء مباشرة عبر القنوات الفضائية الناقلة.